ديما مرحبا بكم في اول حلقه من الموسم الثالث لاولاد الكوجينه. ان شاء الله رمضانكم مبروك قبل كل شيء، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ونعرف الظروف السنه صعيبه شويه، وان شاء الله يا ربي تتعدى البريود هذيا، راهي فتره وباش تتعدى. هذيك علاش راهو احنا قدره ربي رمضان السنه باش نمدوكم دي غوسيت بالحق هبال برشا برشا، اي سورتو سهلين وما يتكلفوش برشا. اي بيان سور باش يكون موجود معايا السنه شيف شفتوه معانا عم ناول، اي اون بلوس كان هو اول شيف استضفني في اولاد الكوجينه الموسم الثاني. خليكم توا مع شيف قدور. شيف قدور بن عمر، عسلامه، مرحبا بك. مبروك مبروك ايمان عن بعد توا. عسلامه شيف، مسافه الامانه وكب مترو نحن بيناتنا. ان شاء الله رمضانك مبروك. يعيشك. رمضان مبروك الساده المشاهدين قناه التاسعه، وان شاء الله يا ربي يهز علينا الوباء وبخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي فتره وباش تعدي. والله لازلنا بالحق الميساج اللي نوصلوه اللي شدوا دياركم، واحنا لي غوسيت نوصلوهم لهم عن طريق نوصلهم لي غوسيت، وقدره ربي باش تعدي لهم رمضان حلو برشا. اللمه في الدار هذيك هي اهم حاجه. وي، واون بلوس ما خيرش من اللمه ومعاها الماكله البنينه. اكيد. شيف شنو محضرنا اليوم؟ باش نحضروا اليوم الشوربه كالعاده والعوايد برمضان مستانسين بها بالطبيعه. شيف وعدنا زاده باش نعملوا بات بلانش بالورده، بات ورده ياسر مدلتنا وشعرها اليوم بسوس بلونش، هاكا اللي ضايعين شويه في الغوسات نتاع سوس بلونش يقعدوا معانا بالفغي مير. وعندنا الديسير نتاعنا باش نعملوا مسفوف البيء. اي هي برشا حاجه بنينه ياسر، تنطبوا الريسيت مع بعض. اوكي، هي برشا شيف. دونك باش نبداو، دونك نبداو بالسوب نتاعنا كالعاده والعوايد. واحنا كالعاده والعويد المعون نتاعنا بنستعملوا كان او ام اس بشكيكه في الكوجينه. نبداو متهنين اللي الماكله نتاعنا ما تلصقش في من نسيمها شيف، ما تلصقش حتى كان تخطو الانسان اللي كيفي اللي تنسى هذيك الماكله فوق الغاز، ما تخافش عليها مع او ام اس ما تلصقش. دونك نحط شويه زيت زيتونه. اي زيت زيتونه، شويه طماط كالعاده، شويه ثوم. دونك قصيناهم كلهم جويدين، شويه بصل لو تتقلى شويه. عندنا البولي نتاعنا فوالا قصيناه، قصيناه وبيدي ديك ما قاعده تشوف يمين لو صوتي الزر نتاع الدجاج ديما كي نقصوه يبدا جويد شويه شويه صح فوالا. الور يمين شنو مازلنا توا شايف؟ مازلنا شنو اللي طماطم مع بيد كونسونتري. اي نعاونك شايف. اي اي بيان سور شيف، باش نذكرهم اللي تبعوا فينا الكل اللي باش ننصحهم سيرتو رمضان السنه وعلى طول زاد كان نجموا يستعملوا تمات كونسونتري عبيده، على خاطر بالحق ما تستحقش برشا وقت باش تطيب. اكيد صحيح. حتى الدوغري نتاع القروسيه فيها قليله برشا، خليها انك انت ما تستحقش برشا وقت، ما تستحقش برشا باش تطلع شوربه باش تطيب لك ساعه من زمان. الوغ كو هي بالجاج، سامحني ايمان، الوغ كو هي بالجاج تخو سامبل، معناتها ما تستحقش برشا وقت باش تطيب. كالعاده مسنستنا اوفير فاسيل. لوفيرتور نتاعها زاد فاسيل، هاكا نسى في الكوجينه ما تحيرش. اللي تقول لك بشنو حل بالسكينه بشنو حلها هاكا سهله. خلوها تصوتي شويه. جا قلنا احنا فيهاش ما تاخذش برشا وقت على خاطر فيهاش برشا فروسيه ايمان. باش نزيدوا احنا شويه هروس عبيده ايمان سمحت لي. اي الهروس المحرحره شفتو شفت نورمالمون تتذكرني من السيزون اللي فاتت. قال لك حسابك فيهم. زاد دليلتنا برشا اللي هي فيها زي الثوم مفوح الهريسه الهروس نتاع بيده اللي ما نسحقوش برشا الثوم في المرميطه بتاعتنا. شفتوا شايفك النساء دونك اللي ما يحبوش يقشروا الثوم ويقشروا الثوم, الثوم وكذا ويعملوا الهروس في الدار، هاكا هروس عبيده حاضره باش. كما قاعده تشوف ريت ما حرام عليك شفتوا هكا توا تجوع فينا من توا. ريت لك حسابك كالعاده. حرحرة شوية، حرحرة شايف مزوزة، اي سورتو بالحق الهروس نتاع عبيدة محرحرة شوية. فوالا دونك اللي يحبوا الحار كيف باش يشيخوا بها. مع الدوس ماذا بينا زاد نقلوه شوية مع السوب نتاعنا. باهي برشا شايف. فوالا دونك حطينا شايف زيت زيتونة، حطينا زيت زيتونة، حطينا ثوم، حطينا طماطم كونسونتري عبيد، عملنا الهروس، عملنا شوية عبيدة زادة. فوالا عملنا شوية كرافس، شويه معدنوس خلطين، عملنا شويه ثومه، شويه طماطم بديدي، خليناها تتقلى شويه. ديجا الطماطم عبيد سهلت لنا ما فيهاش برشا قرصيه، ما تسحقش باش تقلى برشا. ما تسحقش برشا، هكا قبل نص ساعه من مشقه نفطر قدرت تقلى شربه حاضره. مرقناها شطير مرقه، فوحوا بالزنجريديون اللي عندنا كالعاده والعوايد، شويه كركم. شنو نسحقوا شيء؟ شويه كركم. الكركم زيد نذكر اللي تبعوا فينا صحي ياسر دو بريفيرونس في كل شيء يزيدوا يعطيك الصحة.
ساعات يقولوا لي فحات ما تزيدهمش في كل شيء، نقول لهم لي الكركم شويه كاتري بيس مش ياسر، اي شويه فلفل احمر، شويه فلفل احمر، احنا ديجا شايف عندنا هروس عديده كيفيه. يعطيك الصح، عندنا شويه فلفل اكحل، شويه ملح، اوكي ملح. فوالا برسك السوب نتاعنا ديجا مرقناها فوحناها بالكدا كما قاعده تشوف. ها داكو، باش نمرقوها فوق برتوت ونخليوها تمشي على روحها. اوكي هذيك سي بلش نقنفط بشويه، يظهر لي شاف ميفا معناتها درجين. شوف السوب نتاعنا سي حاضره، تقعد على بعد ليك باش نزيدوها شويه الشوربه نتاعتنا في الاخر بالكل. قبل شقان فتره بدرجه درجين، حطوا خلوها على جنب برشا شيف ونتعداو نحضروا البلاد برينسيبال نتاعنا. شايف اليوم شنو محضر لنا؟ اللي هو باش نعملوا بات بالكريم فريش. اخترنا ميني سويت خفيف فرود مير وكذا، وديجا عندنا الورده باش نعملوا بها بات قمح، شيء قمح خفيف وما يقلقش. فوالا عندنا باش نعملوا شويه زيت زيتونه. داكوغ توا شايف باش نحضروا الصوص نتاعنا، صوص بلونش اللي هي بالفرود مير. اوكي مين برشا عبيد شايف يحيلوا في تحضير الفرود مير، دونك تبعونا خاطر راهو ما يحبلوش برشا وقت باش يطيب، برشا يحطوه يجيهم اكثر كويسون، دونك لازم نحطوا احنا عملنا له ضربه صغيره في الماء. داكوغ كيفاش اعطينا شي دقائق تاع 10 دقائق. شفت لي شايف الكل في لي ريستورون في كل شيء لازم عندهم دي زاستوس ما يحبوش يحكيوا عليها باش ما تجيش ماكلتنا يضلي ابدا. هوني باش نحكيو للساده المشاهدين كيفاش قاعدين نعملوا بالضبط. دونك قول لي الفرو دماغ كيفاش نعملوا. احنا الفرو دماغ عملناه في ماء سخون ديجري 180 درجه، اي 5 دقائق بوشيناها ضربه صغيره نحيناها. اوكي عملنا زيت زيتونه كما قاعده تشوف. سامحني ايمان، عندنا زبده ديليس. ها ياسر الزبدة ديليس نتاعنا بيان سور ما تغيبش على طعام اكيد بور لي فيكسي لي جو. فوالا زيت زيتونه سورتو الزيت والزبده بالحق اسيوس هايله برشا، تبعناها عمناو يظهر لي اللي تبعونا شايف عمناو الكل يعرفوها الاسيوس هذي. احنا سناب قدره ربي باش نذكروكم في اللي فات الكل، وباش نزيدوكم زاده ديزاسيوس جدد اخرين. ديجا زبده ديليس ما فيهاش برشا ملح املاح، تساعد معناتها حتى العبد اللي عنده مرض مزمنه ولا حاجه كي دابيتيك ولا دم ولا حاجه ما تقلقوش، فهمت؟ فيهاش برشا املاح. اوكي خلوه تعمل ديكسيون تاعها، ناخذ شويه ثومه. الثوم سورتو شايف لو زدنا حتى من الثوم هنا شيء كبير يفوح برشا الماكله وصحي برشا، اي سورتو زاده في الظروف توا اللي قاعدين نعيشوا فيها. صحيح راهو مش معناتها الناس تبدا معناتها تاخذ في الثوم من غير حساب ولا تاخذ في الباي نتاع غيرها، اما راهو الثوم بالحق قوي في المناعه، دونك دو بريفيرونس ديما نزيدوه في الماكله نتاعنا. عندنا ايمان نحطوا الفرد مال نصوت الفرد مال نتاعنا خليها تشوف، خليهم يصوتوا شويه. هذه يا شيف فريمون منيو سهل برشا، سهله حطينا زيت حطينا زبده ديليس، عملنا شويه بصل شويه ثوم، خليناهم يتصوتوا بالقدام على الفريد مير. مد لي ايمان كريم فريش ديليس كالعاده والعوايد. تفضل ها هي ميرسي. الكريم فريش زاده خفيفه برشا، دونك بالحق وفير فاسيل اي سورتو في رمضان احنا ديما اول نهار بالحق شايف ديما تلقاهم هكا ياكلوا ماذا بينا غارتين شربه غارتين ملكه اكاهو حاجه خفيفه باش ما تقلقش ماذا صيام ونهار من سينس. كريم فريش ديليس عملنا احنا شايف بالكونفينمون توا اللي عايشين الكل يظهر لي الناس الكل حاضره ومستانسه بيه رمضان. لو تعمل شويه ريدكسيون تاعها. سيل بوفر. الفحات نتاعنا شويه ملح شويه فلفل اكحل كالعاده والعبيد. فوالا. اي سورتو زاد ما نكثروش برشا في الملح على خاطر بيان سور شايف باش نزيد ومن بعد الجبن نتاعنا بريزيدون اليمونتال بالحق حاجه هايله برشا هكاك ما نملحوش برشا الماكله نتاعنا. شويه كركم ايمان كما قاعده تشوف. زيد باش ناخذوا كولير مزيان. باهي برشا. اوكي. خلو ايمان الصوص بتاعنا كما قاعده تشوف تمشي. ديجا شايف يظل لي كيف حضرت هي. صحيح. مد لي ايمان بات. الفات نتاعنا بيان سور، وعندنا كالعاده والعويد الفات نتاع ورده ليزانتيغال، هكا زاده ماكلتنا يظل لي لازمها تكون صحيه الاباس، وبيان سور احنا اليوم اخترنا الفات نتاعنا بيني اللي هي اباس دو لافوان اللي بلي كومبلي، دونك بالحق حاجه صحيه. وهكاك شايف يظهر لي نحافظوا على التوازن نتاع الريجيم نتاعنا وعلى ماكلتنا. وشكون ما يحبش المقرونه في العشاء؟ اوه شيء كبير.
ديجا شايف احنا حطينا الماء وزدناه الملح وخليناه ديجا غلي سي بون. وقداش شايف ابوبخي الكويسون تاع البات؟ عندنا 10 مينيت ديجا وكل شيء مكتوب على الباكم تاع المفروض. مكتوب على الباكم من تيلي دونك 10 مينيت هكاك البات نتاعنا تكون حاضرة اي سيرتو تبدا الدنتي. على خاطر شايف فما برشا يظهر لي في ديارهم مالوغوزمون احنا استانسنا الماكلة التونسية والمقرونة والمحرحرة والكل يحبوها ياسر طايبة. الوغ كو لازمها تكون ناقصة ملح لازم ناقصة طيب اندلتي شوية. تبدا الدنتي راهي بالحق هذيك صحية أكثر برشا ملي تكون طايبة برشا. تبدا طايبة برشا البات تفقد المنفعة تفقد المنفعة نتاعها خاصة هي بات قمح. فهمت؟ فوالا عملنا بزايد شوية قرينا حساب بيان سور ليكيب تكنيك اللي قاعدين يخدموا معانا اليوم في الظروف الاستثنائيه اللي قاعده تعيش فيها البلاد. وان شاء الله ربي معانا الناس الكل وربي معاهم الناس الكل زاد اللي قاعدين يخدموا في الظروف هذيا خارجين من ديارهم وما همش مرمضين في ديارهم. ربي معانا الناس الكل. شايف شنو مازال عنا ناقص؟ الور احنا عملنا السوب تاعنا عملنا سويت حطينا البات الطيب 10 مينيت نحيوها باش يقعد لنا الديسير نتاعنا. اوكي الديسير اللي هو باش نعملوا الديسير اليوم ساهل ياسر ما يتكلفش مش مكلف. باش نعملوا مسفوف البي. اوكي مسفوف البي شنو يعني يجي ديسير ويجي سحور. اوكي الناس الكل يظهر لي شايف توا سهريه في الدار ما فماش خروج لبرا الناس كلها محصوره الرجال بحذاكم ونسي حاسين كلها فرحانه راهي توا بالرجال قاعده بحذا في الدار دونك ما فيها باس تود العائله نتاعك تود الصغار بديسير حلو برشا. يظهر لي شايف نخليهم توا المشاهدين نتاعنا يكملوا يحضروا العشاء نتاعهم لو طون نخرجوا بوبليسيتي صغيره ونرجعوا لكم مع الديسير.